السلام، مرحبا بكم. ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي روتين جديد. اول حاجه ناخذ ثاني من وقتي وقتكم نصلوا فيها على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم الروتين باش يكون في الصاله، كيف ما تشوفوا داخله بعضها حرب. ايلين تجيب من الكوجينه وتكدس لي لهنا في الصاله. ان شاء الله اليوم زاد باش نشارك معكم طريقه سهله للمقرونه، مقرونه بالشامبينيون سهله بصوص حمراء، سهله وفي ساعه تحضر من غير لحوم من غير حتى شيء. صدقوني وتجيب لينا على الاخر، ننصحكم جربوها وباش تعجبكم برشا، وخاصه للصغيرات اللي تحبوهم ياكلوا الخضره مثلا ما ياكلوش الشامبينيون، نجموا بالطريقه هذه تغشوهم في وسط المقرونه، تحطوه لهم مع المقرونه ما يفيقوش بيك، طيبوه في الصوص وتحطوا مع المقرونه صدقوني ما يفيقوش به بالكل. عباره بعد ما يطيب عباره دجاج والا لحم. كيف ما شفتوا لهنا لميتك الخوذة هذيك اللي فوق الزربية الكل، رجعت كل حاجة لبلاصتها باش ننفض الكنبيتك هاو، يعني مانيش باش نكنس، ننفض الكنبيات خاطر الصالة نظيفة ديجا، باش ننظم الصالة. وبالطبيعة كيف ما قلت لكم باش نتعدوا الكوجينة نحضروا مع بعضنا اليوم مقرونة بالشامبينيون سهلة وبنينة على الاخر. ولانا بالطبيعه لازمك المسحه نتاع الغبره هذيك لازم منها، مسحت الطاوله نتاع التلفزه، مسحت التلفزه، مسحتك للطاول الصغيرين هذوك نتاع التي. ولانا هذه الصاله كيف ما تشوفوا نظمتها، ما فيها شيء ديجا، هي تشوفوا ديجا صالتي بسيطه كيف ما تشوفوا، ما فيهاش برشا حاجات، ما فيهاش برشا اثاث، حاجات باينين وفي ساعه تنظف، يعني سهله في التنظيف نتاعها. ولانا بالطبيعه تعديت باش نوريكم الطريقه اللي نقشر بها الشامبينيون، راهي طريقه سهله وبسيطه. شوفوا كيفاش القشر نتاعو في ساعه تخرج. هذايا بالنسبه للشامبينيون خاطر ما يتغسلش، نعاود وناكد الشامبينيون راهو ما يتغسلش، نقشروها كهو هذايا كافي باش نحو منه وك الغبره الزايده وك الوسخ اللي فيه. بالنسبه للقعور هذيك نحي فيها، هذيك باش نغسلها والا نمسحها بالبابيي، يعني بالبابيي كويزين. بالنسبه للكعبات نتاع الشامبينيون كيف ما تشوفوا لازمني نقشرهم بيدي كيف ما تشوفوا، من غير لا سكينه لا حتى شيء، القشره نتاعهم سهله تتنحى فيسا من غير ما نغسلوه. اذا غسلناه راهو يفقد القيمه الغذائيه نتاعو، وفي نفس الوقت يسيب لنا برشا ماء، وديجا باش يسيب برشا ماء، وخاصه هذايا الشامبينيون هذايا يسيب برشا ماء اكحل، ماهوش كيما الشامبينيون يبدا صغير. بالنسبه للشامبينيون يبدا صغير ما يسيبش برشا ماء الحقيقه، حتى كان سيب ماء يسيب ماء عاطي على الاصفر. بالنسبه لهذايا تحسوا كيما البري نتاعنا نحنا اللي في يعني نلقوه البرة في الغابات كل شيء في السواني، هذايا يسيب برشا ماء اكحل. ماذا بينا نقشروه وما نغسلوش، راهو اذا غسلناه يسيب لنا برشا ماء وفي نفس الوقت ما يبقاش بنين، البنة نتاعو يفقدها. بالطبيعه بالنسبه للكميه حسب الاختيار، حسب اختياركم تختاروا كميه تكون صغيره ولا كبيره، انتم كيف ما تحبوا، يا اما تختاروا كميه كبيره تكون غالبه على المقرونه نقولوا نحنا تكون برشا، والا تختاروا كميه صغيره باش تبنوا بها المقرونه وتبدلوا بها الطريقه، يعني تبدلوا بها الروسيات كيف ما نقولوا. مش بالضروره تكون مقرونه بالدجاج ولا باللحم ولا بالقرنيت ولا نعرفش انا بالحوت، ولا ديما ماذا به الواحد ديما يجدد ويبدل. كيف ما تشوفوا لهنا باش نقصها في شكل هكا مكعبات كبيره شوي بالطريقه هذه، تنجموا تقصوها في شكل جوانح زاد جويده، الاختيار يبقى لكم. انا قصيته بالطريقه هذه. بالنسبه للغصان هذوكم تاع الشامبينيون مسحتهم بالبابيي، يعني من غير ما غسلتهم كيف ما تشوفوا، كيف ما تلاحظوا شايحين، وبالرغم هذايا راهو تو تشوفوهم بعد وقت اللي نبدا نطيب فيه يسيب برشا ماء اكحل، خاطر الشامبينيون هذايا كبير وفيه برشا ماء.
لان بعد ما كملت قصيته كيف ما تشوفوا تو باش نتعدى نبدا نحضر في المقرونه نتاعي. اول حاجه حطيت الماء، حطيت الماء كيف ما تشوفوا بدا يغلي، باش نحط فيه الملح ونحط المقرونه تسمط اون باراليل، يعني نبدا نطيب في الصوص والمقرونه قاعده تتسمط بجنبي، باش فيسع فيسع تبدا المقرونه سخونه نحطوها ديريكت في الصوص هذيك نتاع الشامبينيون. يعني ما تاخذش برشا وقت كيف ما قلت لكم، تقريبا ما اكثرش من 15 دقيقه 20 دقيقه تكون الاكله نتاعنا حاضره، خاصة للناس اللي تخدم وخاصة الأمهات اللي عندهم صغيرات يقروا في المدرسة. بالنسبة لنوع المقرونة ديما نستعمل النوع هذا أنقرة، هذا خطروا به برشا بصراحة، يشبه برشا المقرونة التونسية، ما يعجنش، نقولوا نحن من الكعبة متاعه ما تتنفخش برشا برشا، في نفس الوقت ما يعجنش يبقى كيف ما هو. كيف ما قلت لكم نحط المقرونة هذه تتسمط على جنب، وباش نبدا نحضر الصوص هذيك نتاع الشامبينيون، خاطر ما تاخذش برشا وقت كيف ما قلت لكم. الناس اللي تخدم مثلا لتديونات اللي ما نعرفش انا، الامهات اللي عندهم صغيرات يبدو عندهم برشا حركه في الدار ويبدو صغيراتهم جايين من المدرسه جعانين، هذه بالنسبه ليهم صدقوني وصفه سهله وبنينه على الاخر. لان كيف ما تلاحظوا الطنجره شايحه ما فيها شيء، ديريكت نصب فيها الشامبينيون هذيك ونخلي الغاز يشعل على نار متوسطه، نغطي الشامبينيون هذاك ونخليه باش يبدا يخرج فك الماء نتاعو، يبدا يسيب فك الماء نتاعو، نخليه يطيب فك الماء نتاعو هذاك من غير لا نزيد له لا زيت لا حتى شيء، نخليه كيف ما هو ما نزيد له حتى شيء، نخليه يطيب في الماء نتاعو. كيف ما تشوفوا ساعه ساعه هكا نحركوه باش ما يشدش في القعر نتاع الطنجره، وقت اللي يبدا يسيب في الماء نتاعو نحركوه جوست نحركوه ونغطوه ونخلوه لين ينشف الماء نتاعو هذاك. كيف ما تلاحظوا بدا يسيب فك الماء للكحل نتاعو هذاك، كيف ما قلت لكم النوعيه هذه نتاع الشامبينيون راهو حتى كان تاخذوه فريشك يسيب الماء للكحل نتاعو. من المستحسن مثلا اللي باش يعملوا صوص بيضه في الشامبينيون ياخذوا كل الكعبات الصغار هذوكم، لهنا في تركيا يسموه كولتور منطر، يبدا صغير هكا هذاك يساعدهم في صوص البيضه. كيف ما تلاحظوا بدا يسيب فك الماء لكحل نتاعو هذاك، باش نخليه يطيب في وسط الماء نتاعو هذاك من غير لا نزيد ولا ماء لا زيت لا حتى شيء، نخليه لين ينشف الماء نتاعو. ولنا هذه المقرونه نتاعنا كيف ما تلاحظوا بريسك قريبة طيب، يعني مازالها حكاية درجة هكاكا، ما بين حضرة الصوص هذيك نصفي أنا المقرونة ديريكت ونصبها على الصوص، نخليها تزيد دقيقتين ثلاثة هكاكا طيب. ولهنا باش نشوف الصوص، لهنا كيف ما تلاحظوا هذا الماء نتاع الشامبينيون هذاك نشف، توا باش نزيد له الزيت. لهنا نزيدو الطماطم، الطماطم مغرفة، بالنسبة ليكم انتوما تحبوها هكا حمرة برشا، إذا تحبوها ناقصة صوص نجمو تحطو صوص متاع طماطم، يعني كما اللي وريتهالكم كنت شاركت معاكم الطريقة متاعها، صوص تبدا حاضرة، وإلا تحطو زادا اللي يحب طماطم كعب يحط طماطم كعب، مثلا توا طماطم خاطر ماهوش في الموسم متاعها ما تعطينيش أكل نقولو نحنا اللون اللي حاجتنا بيه، ماذا بيكم حطو طماطم معجونة كيف ما تلاحظوا مغرفة متاع طماطم معجونة مليانة، نقلوها هذيك في الزيت والشامبينيون بالباهي لين تتحل الطماطم هذيك، وبالطبيعة باش نكملو المراحل الآخرين، مانيش باش نحطو لا هريسة عربي لا هروس لا حتى شيء، خاصة اللي باش يعطي الأكلة هذي اللي يعطيها للصغار، ماذا بيه ما يعملهاش حارة برشا، خاصة الصغيرات اللي يبدو ما ياكلوش حار. صدقوني سهلة بسيطة، وتو تشوفوا حتى الفحات نتاعها راهي سهلة وبسيطة. نقلي ياك الطماطم هذيك كيف ما تلاحظوا، نداو مع التحريك نحرك بالباهي ياك الطماطم هذيك لين تتحل، باش نزيدها شوية ماء باش الطماطم هذيك تتحل بالباهي ما تبقاش كعابر. لهنا نحط شوية فلفل مهروش، باش نحط شوية فلفل أكحل. وبالطبيعة باش نزيدو رشة صغيرة زعتر، الزعتر هذاك يبنن برشا خاصة الماكلة اللي تبدا فيها الشامبينيون، وإلا كيف ما تلاحظوا نحطو النعناع الشايح، بالنسبة اللي ما عندوش الزعتر يحط النعناع الشايح، صدقوني حتى النعناع الشايح يبننها برشا الصوص ما نحكي لكمش. ولهنا كيف ما تلاحظوا رشة زعتر صغيرة، تنجمو تحطوا حاجة منهم وإلا تحطوهم الزوز، أنا الحقيقة نحطهم الزوز باش يبنوا الصوص هذيك. ولهنا شويه بركه ملح، ما ملحتش برشا،
خاطر المقرونه حطيت فيها الملح. نحرك توك الفحت هذيك كيف ما تلاحظوا، وبالطبيعه باش نزيدوا شويه ماء، تقريبا كيس هكاك نتاع ماء، ونخلي هكا الصوص هذيك تغلي 5 دقائق ما بين صفيه المقرونه باش نزيدها عليه. كيف ما تلاحظوا حتى الكيس ماهوش مليان، شويه بركه تقريبا 100 مليلتر نتاع ماء. نحركوا الصوص هذيك باش هكا الطماطم هذيك تتحل في وسط الماء مع الفحات هذوكم، وزيد الشامبينيون هذوك يشرب الفحات نتاعها. نغطيها ونخليها تقريبا دقيقتين كيف ما قلت لكم، نصفي المقرونه ونرجع لها. كيف ما تلاحظوا حتى اللون نتاع الصوص غامق شويه بحكم اللي الشامبينيون هذاك يسيبك الماء الاكحل. كيف ما قلت لكم تنجموا تستعملوا اي نوعيه اخرى ما تسيبش الماء الاكحل، لكم الاختيار بالطبيعه، فما برشا انواع نتاع الشامبينيون بالطبيعه. كيف ما تلاحظوا تقريبا ما فاتتش حتى دقيقة دقيقتين، ما فاتتش راهي صدقوني، خاطر على المونتاج مش على حاجة. نحركها الصوص هذيك، خاطر باش نصفي المقرونة توا، نصفي المقرونة ونرجع لها. كيف ما تلاحظوا هذه الصوص نتاعنا، لهنا جبت المقرونه بعد ما صفيتها بالطبيعه، نصبك المقرونه هذيك على الصوص، وتوا نخلط المقرونه والصوص مع بعضهم في وسط الطنجره، ولو الغاز مازال يشعل باش المقرونه هذيك ما تجيناش، الصوص هذيك ما تجيناش برشا، في نفس الوقت المقرونه تشرب الصوص هذيك. نحركوها هكاك بالسياسه باش المقرونه تشربك الصوص هذيك الكل. بالنسبه لكم انتوما مثلا اللي يحب الجبن في المقرونه تنجموا تزيدوا راهو الجبن موزاريلا ولا حاجه، تنجموا تزيدوه من فوق بعد ما تحطوه في الصحن بالطبيعه، تنجموا تزيدوه توا ما فماش حتى مشكل. اللي يحبها حاره ينجم يزيد هريسه عربي، والا يزيد هروس، ولا يزود في الكميه نتاع الفلفل الاحمر، كيف ما تحبوا انتوما لكم الاختيار. اما بالنسبه للطريقه هذه راهي طريقه سهله وبسيطه، خاصه للصغيرات والناس اللي ما تحبش مثلا الماكله الحاره. هذه المقرونه نتاعنا توا حاضره، ابقى لي كان باش نحطها في صحن التقديم ونوريها لكم. هذه المقرونه حاضره توا في صحن التقديم كيف ما تشوفوا، تنجموا تعملوا عليها رشه نتاع جبن والا معدنوس من فوق، لكم الاختيار. كيف ما تلاحظوا ليسونسييل طيبوا الشامبينيون نتاعكم بالباهي، تحطوا الصوص هذيك تفوحوها كيف ما تحبوا نتوما، اختياركم. وهذه المقرونه نتاعنا حاضره كيف ما شفتوا، سهله وبسيطه، وتحضر فيسع ما اقلش من ما اكثرش يعني لوماكس 15 20 دقيقه تكون المقرونه نتاعنا حاضره، يعني طبق نتاع زربه في نفس الوقت يكون بنين ومغذي وحاجه باهيه وجديده. هذه كان فيديونا اليوم، وهذه كان روتين اليوم، وهذه كانت الوصفه اليوم اللي هي مقرونه بالصلصه والشامبينيون. ان شاء الله الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش تشجعوني بلايك وكومنتير، ما تنسوش تبارتاجوا الفيديو مع صحابكم وحبايبكم باش تعمل فايده. نتقابلوا في فيديو جديد وفي روتين جديد وفي وصفات جديده، وفي امان الله.